السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير هانيين، عايش مكعب مع الشمس. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. فيديو جديد ان شاء الله. انا في الخدمه كما كتشوفوا انا في الخدمه، واليوم عنديكم نوريكم اللي متبعني. انا داك النهار شفت درت لكم صورت الفيديو ديال القرقاع اللي كان فيه داك الوار، داك الشد، داك الديكورفيات، داك الشوار. ولكن دابا غنشوفوا حاجه اخرى بلاتي اللي باقي عاقل على داكشي اللي قلت لكم. راه هاد العام ان شاء الله غادي اللوز غيكون الدنيا تقريبا مستقره عليكم. وتشوف غادي نشوفوا بعينيكم خيرات الله. هات شوفوا اللوز كيف بدا من هنا وسير. راه هاك ملي كيكون جني، ودابا هاد الصغيره هادي غادي 100% غادي طيح. غتبقى هادي 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 هادي، كلشي غادي يبقى. هانتوما فين ما مشيتي اش نقول لكم، راه كيبان لي انا كاين قد اللوز قد الورقه. هانتوما شوفوا تبارك الله، شوفوا خيرات الله. هادي عامين اللي دازت ما كانش كيجيب، كان كيطيح، حيت كتجي الثلج كيجي ديك الجريحه السمراء راكم عارفين. الفلاحه في المغرب راهم عارفين اللي زارعين هادشي كركاع اللوز التفاح البواويض الاخرى عارفين. لا طاحت الشتا كطيحو، جات الجريحه كطيحو، راه كيكون على حساب الجو. هانتوما شوفوا تبارك الله، شوف هادو العود راه غليظه، راه ماشي. شوف كي داير، شوف اللوز كي داير، شوف اللوز كي داير، شوف شوف تبارك الله. شوف شوف اوه اوي 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 اوي. شوفوا 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 شوف. مادري ميا، شوف 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 اوه وي هادشي واخا كان كيجيب ما كانش كيجيب بحال هكا. هاد العام راه حطنا من الرقم القياسي. ها نتوما شوفوا بعينيكم دابا، شوفوا شحال ديال اللوز شد من هنا وطلع. شوف تبارك الله، واو ناري يا خويا تبارك الله، خيرات الله سبحانه وتعالى. شوف هادي دابا ماشي رابعة، هادي ها ماشي نص كيلو، لا ماشي نص كيلو، رابعة تكون. بارك الله يستر. أنا هادشي ما عمري ما شفتو، ما نكذبش عليكم. المهم أنا ما عمري ما دخلت شي فيرما ديال اللوز حتى بديت نخدم هنا، ما نكذبش عليكم. الليمون سي الزيتون التفاح، شوف 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 من هنا وجر 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 حتى لتحت. شوف من هنا وجر. ما كاينش، راه انا نقرب لكم شويه وحكموا انتوما حكموا. ها انتوما شوف شوفوا الغصن، غصن الشجره. ثاني اش كندير دابا؟ ها شوف شوفوا انا هابط، انا هابط. شوف 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 دابا من هنا سير وسير 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 وجر. ها شوف شوف شحال ديال اللوز. كنكذبش عليكم، انا هادشي ما عمري ما شفتو في حياتي حتى جيت لهنا، حتى بديت للخدمة هادي، حتى بديت للخدمة هادشي. دابا المشكل ملي كتجي الماكينة، ملي تجي الماكينة ملي كتجنيه ما كيجنيوش خدامة، هما كتجي الماكينة و صافي كتوقف هنا وكتبقى غادا في هاد الخط هذا، وكتجر من هنا ومن هنا كتقدك. عرفتي لا الصوت كدير ولا ان شاء الله الا كتاب نهار اللي يجيو يجنيوه، كيجنيوه ديك شهر 11 او اخر شهر 10، غادي ندير لكم شي فيديو وغادي تشوفوا بعينيكم. راه هذيك الماكينه راه انكرويابل، ولكن المشكل اش كيدير؟ كيطيح، كطيح تقريبا ديك 40% كطيحو، كيطيح في الارض وعاد كتخلي في الشجر، كتخلي في الشجر. عاد هما كيجيو كيدخلوا الناس هنا، هادو اللي كيجيو يلعبوا الجولف تا هما كيهزو، تا هما كياخذوا كيجيو الميكات ديالهم خناشي صغار وكيعمروهم وكيمشيو. تا انا كنهز، تا انا كنهز. شوفوا شوفوا تبارك الله، نقرب لكم شويه. شوفوا خيرات الله سبحانه وتعالى. شجره تهز منا واحد، شوف شحال من كيلو شتو.
تقريبا نص ورق ونص لوزة. شو تبارك الله. تشوف مضرمية تبارك الله. والمشكل دابا اللي كاين هنايا امريكان هي اللي كتحدد الثمن ديال اللوز. المهم مش كتحدو حيت هي اللي عندها بحال لوبيك دوك ديال البترول بحال داك الشكل، لا زادو في الانتاج كيهبط الثمن. الا نقصوا امريكان لا نقصوا من الثمن لا نقصوا من الانتاج كيطلع الثمن، لا زادوا في الانتاج كيهبط الثمن. ولا هنا هنا تاني اللوز امريكان علاش كتحكم في الاسعار؟ كتحكم فيه بطريقه غير مباشره. علاش؟ حيت على اراضي كثيره. امريكان هي اول منتج في العالم، ما عرف كاين 30% ولا 40% ديال اللوز اللي كيتنتج في العالم. من كيجي الجفاف الثمن ديالو كيطلع. الا كان السقا وطاحت الشتا عندهم والعام كيجي مزيان في امريكان الثمن ديالو كيهبط، المنتوج كيكون كثير. وهذا العام باينه الثمن غيكون شويه طالع حيت امريكان فيها الجفاف وقيله على مار ما عارف والله ما عارف واش غيكون، واش عندهم الجفاف ولا ما. الناس دابا اللي عايشين في كاليفورنيا راه عارف انه هو كينتجوه في كاليفورنيا. الناس اللي مغاربه الى شاف شي واحد هذا الفيديو يقول لك كيداير الجو في كاليفورنيا وعايش في كاليفورنيا يقول لك واش كاين هذا العام الجفاف ولا ما كاينش، واش الشتا موجود هذا العام. تما نعرفوا واش اللوز هذا العام يجي الثمن ديالو طالع ولا يجي هابط. تشوف هما اللي كي تبارك الله. هادي يا عمر احنا جيران الجولف الخدمة، شكون اللي فارقنا هالطريقة هادي؟ هالطريقة هادي راه ديالنا، راه تابعة للجولف هادي، حتى واحد ما عنده حق يدوز من هنايا. هادي هي الطريق اللي فارقنا، ها هما شتو كيفاش كتشوف الشجر اللوز، وحنا الخدمة، هاهي الخدمة، جيران. وهذا الاخوان الفيديو ساليتو، كنتمنى انه يعجبكم. ضروري يكون مفاجاه لبزاف ديال الناس بالخيرات ديال الله سبحانه وتعالى. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم و تهلاو في راسكم. شكرا للدعم ديالكم، شكرا للمشاهده. قولي نعاود نصور لكم هاد الاخر. شكرا للمشاهده، ما كيبانش حيت مقام الظل. كما قلت لكم شكرا للمشاهده، انتم شوفوا خير الله. شكرا للمشاهده وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. كنتمنى انه يعجبكم الفيديو. انتم شوفوا شي في لاصق، شوف شي في لاصق اللوز وكيخليتها بلاصه. هو الا كان الجو زوين ومناسب ديما كتكون الانتاج كيكون تبارك الله موجود، كيكون وافير الانتاج. شكرا لكم، شكرا للدعم ديالكم، شكرا للناس اللي كيتسجلوا قناة، شكرا اللي كيخليو تعليق. تهلاو في راسكم والله يعاونكم وتقبل الله صيامكم.